ننظر إليها تعكسه علينا بكل تفاصيله. ثمة مسميات كثيرة تطلقها تلك الدولة على نفسها: راعية السلام، دولة الديمقراطية، راعية حقوق الإنسان. وبهذه المسميات وبغيرها جعلت لنفسها سلطانا يحكم ويفصل ويفرض على شعوب العالم ما يراه وفق مصالحه. صارت تتعامل وكأنها خالية مبرأة من كل مذمة ونقيصة وعيب، وكأن لا عيب فيها، مع أنها هي من ينتهك الحقوق، من ينتهك الحريات، هي من يقتل الأطفال ويضرب بصواريخ الفاتكة بيوتا ليس فيها إلا الضعاف والشيوخ والنساء. هذه هي الصورة الحقيقية التي تعكسها مرآة الواقع للولايات المتحدة التي تود أن تفرض علينا ما تفرضه. سياسة أمريكا اليوم مثل الأمس واحدة. ما حصل في العراق، ما حصل في فلسطين، سيحصل عندنا. إنها لا تنظر إلى هذه الشعوب إلا بعين واحدة. من يتوهم أنها تضع لنا نظرة تفضيلية تحترمنا أو تقدرنا فيها؟ بماذا انتفع عرفات؟ بماذا انتفع عرفات من ترحيبه بكل قراراتها، بكل ما يصدر عن الأمم المتحدة، إلا أن اتخذوه في آخر المطاف عدوا يذلونه ويقهرونه؟ وماذا ننتفع اليوم من قرارات مجلس الأمن الذي لا يأتي من قبله أمن، إنما أمننا بسواعدنا، أمننا بالتفافنا حول حبل الله واعتصامنا به. نعم، تمر علينا الذكرى 94 للوعد المشؤوم، وعد بلفور الذي حاول فيه أن يعطي اليهود حقا لا يستحقونه في بلادنا المسلمة في فلسطين، عندما أصدر لهم وعده الشهير وهو يومها وزير الخارجية في الحكومة البريطانية. واليوم، اليوم تتجدد هذه الدروس وتمر علينا هذه الأيام لنتذكر ونأخذ من هذه الذكرى العبر. بماذا انتفع الثوار العرب في خمسينيات القرن الماضي عندما ثاروا على الاستعمار؟ ويا للأسف استبدل هذا الاستعمار وجوده العسكري المباشر بأن نصب على أمتنا حكاما يحكمون باسمه وإن تزيوا بزي المسلمين، حتى أوصلوا أمتنا المسلمة إلى ما وصلت إليه اليوم. لما كانت ثوراتهم لا تخرج باسم الله. أيها الثوار، ثمة أسئلة سأطلقها في هذا الفضاء الحر، أوجهها إلى أصناف من الناس. أولها سؤال أوجهه باسمكم إلى فقهاء 70 الذين يقفون مؤازرين للظالمين. أقول: هل اتخاذنا موقفا صريحا ضد أعداء الله، هل اتخاذنا لمن صاروا في بحارنا اليوم عمل يرضاه الله؟ وأتساءل وأنقل هذا التساؤل إلى كل فقهائنا في ربوع هذا الوطن المتحركين في أي منهج والساكتين على السواء. هل القعود بلا حراك، هل السكون في هذه الأيام موقف يرضاه الله؟
أنقل إلى جميع من يسمعني هذا التساؤل الذي أقرأه عليكم بسم الله الرحمن الرحيم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء على ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أيها الأحرار، خزي هذا ما توعد الله به من يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وإن مظاهر هذا الخزي لتلوح في هذه الأمة. أليست جيوش المسلمين اليوم بما فيها جيشنا الوطني لم تعد جيوشا وطنية، أصبحت جيوشا تحمي الحكام وتحمي من يناصرون هؤلاء الحكام. هذه الجيوش أصبحت تشتغل بنفسية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أم بنفسية أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. هذه واحدة من مظاهر كثيرة سماها الله خزي في الحياة الدنيا. وضع الأمة اليوم يسير من سيء إلى أسوأ، لم نعد نعتز بعروبتنا، أصبحنا نتسابق لو لاحت لنا فرصة للحصول على الجنسية الأمريكية أو البريطانية أو أي جنسية غير عربية. أصبحنا ندفع بطلابنا عبر الجامعات وعبر المعاهد لندفع بهم ليغتربوا في أمريكا ويدرسوا هنالك في منح مجانية من قبل أن نحصنهم بثقافة، وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون: هذا الدين مفخرة لكم أيها العرب، فلما لا تفخرون بعروبتكم بدينكم الذي من الله عليكم به؟ ونتعجب إذا كانت هذه حالنا من المذلة وحال أعدائنا من العزة. هل رفع الله عن أعدائنا الذلة والمسكنة التي توعدهم بها عندما قال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ إننا لا نشك في أنهم أذلة صاغرين مغضوب عليهم، لا نشك في ذلك، ولكننا أصبحنا أذل منهم، أصبحنا أكثر صغارا منهم، حتى غدونا نراهم مستكبرين وقلنا عنهم قول استكبار العالمين. ولذا سيكون هدف هذه الثورة الأول أن تعيد العزة لأبناء هذا الوطن، أن تعيد إليهم الثقة في وطنهم، أن يعتمدوا على أنفسهم، أن يعتمدوا اعتمادا ذاتيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا لا نفاد له، وإنما الحمد حقا رأس من شكر، ثم الصلاة على الهادي النبي ومن سادت بنسبته الأشراف والكبرى. أيها المؤمنون،
إن الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام لكأنه يريد أن تجلجل بيننا أصوات الأذان قائلة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إن خروجنا في هذه الساحات مع أنها ليست ساحات الحج لهو أذان ببراءتنا من المشركين مع الله ومع رسوله. نعم، إذا كنا لم نخرج محرمين منفردين فإنا توجهنا من هذه الساحات تلقاء الله سبحانه وتعالى نيمم وجهه، كما توجه الحاج وقد تجرد من ملابسه تلقاء الله لا يقصد إلا وجهه. لما تجرد المحرم من ثيابه، تجرد من نزعاته الشخصية، تجرد من قبيلته، من انتمائه، من ضائفته، وهكذا هم ثوار هذه الساحات خرجوا لله للوطن، خرجوا متجردين من كل انتماء لأية طائفة أو حزب أو قبيلة، خرجوا لله وخرجوا للوطن. نعم أيها الحجاج، نحن في هذه البلاد اليمنية المباركة عندما نراكم تصلون عند الميقات ولسان حالكم يناجي خليل الله إبراهيم.